أتوقع هذه من أكثر المناظر اللي تعور القلب. الحين جالسة أتبل الدجاج قبل ما أدخل الفرن. حطيت من زبدة الجسم، حطيت كوبين حليب مع نص كوب سكر مع 3 ملاعق. هلا ومرحبا فيكم بفلوج جديد، اتمنى كلكم تكونوا بخير. احس تعودت ابدا معاكم الفلوج بهالطريقه بدايه اليوم وانا افطر، احس اني من جد اخذكم معي بيومي. اخر فلوج ما شاء الله المشاهدات جدا عاليه، يعني تخيلوا من اول يوم تعدت 11000 مشاهده، تخيلوا. فراح اعتمد هالطريقه، اذا اعجبتكم اكتبوا لي تحت. لاحظون اني جالسه ارفع صوتي قد ما اقدر لان كثير زعلانين على صوتي، كثير يقولون ان صوتي كواطي واطي، فبحاول قد ما أقدر اني ارفعه وانا اصور، خصوصا اني فاتحه الشباك، فان شاء الله اني بحاول اني ارفعه ما انسى. المهم سويت الفطور، سويت هذا الفطور مره احبه، عباره عن مسحه بيستو، صوص البيستو وصوص الريحان، بعدين طماطم اشوي، وبعدين حلومي واحط تجير، مره لذيذ، جربوا. وهذا عبارة عن خلطة من أفران الحطب جاهزة، أخذتها على مدح نوف بيوتي. خلطة البيستو بنات ضروري تجربونها، مرة لذيذة، مرة مرة لذيذة، جربوها. الأخيرة أحس إني مرة أهملت شعري، فالحين بحط زيت اللوز. عندي الصراحة أكثر من شيء بسويه في البيت، فودي وأنا أشتغل يكون الزيت علي، راح أحط من زيت اللوز، ما راح أحطه على الجذور، بس من تحت الجذور إلى أطراف الشعر، بعدين بلبس هذا الشاور كاب. 3 hours later. اليوم غدانا سليك، هنا نقعت الدجاج وبخلو ليمون، بقلل الحين القدر وبحط عليه موية، أهم شيء الموية تكون فاترة ما تكون حارة من الغلاية عشان ما تطلع زفرة الدجاج. زي ما قلت لكم بنات، الموية تكون موية بدرجة حرارة الغرفة، ما تكون موية من الغلاية عشان زفرة الدجاج ما تطلع. الحين بنتظر إلين ما تغلي الموية ويطلع زفر الدجاج اللي هو الريم، وأشيله، أبي أصفي الموية، وبعدين بحط البهارات الصحيحة، وبحط بصل، ممكن ثوم عشان أنكه مرقة الدجاج. شوفوا بنات، هذا اللي انا بيه، خلاص طلعت كل زفرة الدجاج. الحين بصفي المرقة وبعدها بحط البهارات الصحيحة وبصل عشان انكه المرق. شوفوا بنات، بعد ما صفيت الموية حطيت البهارات الصحيحة وحطيت بصل، والحين بحط ماجي، بحط حبة ماجي بس عشان ينكهها زيادة، وخلاص اخليها لين ما تستوي الدجاج. طبعا غسلت الرز مره كويس الين ما صفت مويتها، والحين بنقعه تقريبا 20 دقيقة. انا استخدمت رز ابو بنت، في ناس يستخدمون رز ابو بنت مع سنو وايت، يخلطونهم مع بعض، رز مصري ورز امريكي. بالنسبه لي اكتفي برز ابو بنت. خلاص بعد ما استوى الدجاج شلتها، حطيتها هنا بخليه يرتاح 10 دقائق، وبعدها بتبله ودخل الفرن يتقمر من فوق. وتو حطيت الرز الامريكي، رز ابو بنت، وبس بخليه لين ما يستوي، وكل شوي اهم شيء كل شوي تقلبونه. الحين جالسه اتبل الدجاج قبل ما ادخل الفرن، تبلته بصلصه طماط مع زيت زيتون مع ملح وفلفل اسود وشوي ملح ليمون، ممكن تستخدمون اي بهارات انتم تحبونها. بالنسبه للحليب انا احب اخلط حليب باودر مع حليب عادي، اهم شيء الحليب يكون كامل الدسم ويكون طويل الاجل. اول كنت احب استخدم حليب بالسعوديه اللي يجي ذهبي كذا، العلامه الذهبيه هذاك، يجي دسم ولذيذ، بس ما عاد صرت القاه ابدا، فخلاص عادي بستخدم هذا مع حليب بودر. من الاشياء اللي بعد احب احطها بالسليق القشطه، طبعا انا جالسه اسوي السليق بطريقتي، الطريقه الاصليه للسليق اصلا ما يحطون حليب، فجالسه اسويها بالطريقه اللي انا اعرفها من بيت اهلي. خلاص بكذا عندي السليق جاهز، اهم شيء بنات تاكدوا من الملوحه. انا ملحته بالبدايه لما سلقت الدجاج، ملحت المرقه اول شيء. طبعا لازم بعد اي طبخه، خصوصا اذا الطبخه فيها دواجن، تعقمون المجله بالكلوركس، لانه اثناء غسيل الدجاج ممكن ان الجراثيم اللي بالدجاج تتناثر بالمجله وبكل مكان بالمطبخ، فمره ضروري مره مهم انكم تعقمونه بكلوركس. لازم مع السليق الدقوس او السلطه الحاره، اعتذر مشغله الغساله فعشان كذا شوي ازعاج.
المهم لازم مع السريق السلطة الحارة أو الدقوس، حطيت طماط وحطيت ليمون، حطيت شيء بقشرة وعصارة ليمون عادي، قشر الليمون مرة يعطي طعم لذيذ، جربوا. حطيت فلفل، الكزبرة والبقدونس ما راح أحطهم الحين، بحطهم آخر شيء بعد ما أطحن هالمكونات، بحط الكزبرة والبقدونس عشان ودي إن السلطة يكون لونها أحمر، والكزبرة والبقدونس يكون شكلها واضح. البنات جالسة أذوب زبدة مع مستكة، طبعا تقدرون تستخدمون السمن، أنا استخدمت زبدة وحطيت معها كم حبة مستكة عشان أحطها آخر شيء على السريق. يا حلو شعور النظافة، خصوصا بعد الطبخ من جد الواحد كذا يحتاج ياخذ له شاور عميق يترق فيه. المهم توخذت لي شاور والحين برطب جسمي بهالزبدة. هالزبدة اخذتها من محل بهولندا، كان يبيع كذا اشياء كلها بالشوكولات كلها بالكاكاو كل شيء، من ضمنها هذه الزبدة. صراحة الزبدة مو مرة ترطيبها قوي، فعشان كذا راح احط معاها هذا الكريم، لان الترطيب حقها مو ذاك الزود، بس اني ابغى استخدمها يعني. اخذتها طبعا هو كان ست، كانت هذه الزبدة ومعها هذه، وفي واحدة ثالثة بس الثالثة عطيتها هي اختي، وعندي باقي هالثنتين. ترطيبهم مو ذاك الزود بس يعني عادي، اخلط معاهم اي زيت او اي لوشن ويصير الوضع تمام. بحط معهم بحط مع الزبدة هذه بحط نقطة من دهن العود، صايرة احب دهن العود بنات، يعني انا شوفوا دهن العود نادر استخدمه، في المناسبات اللي مرة كبيرة احط نقطة، مرة نقطة، واحيانا احط مع سيرم الشعر برضو احط على اطراف شعري بعد ما ابخره، بس انه يعني مو دائما ما افضل دهن العود بشكل يومي، لكن الايام هذه صايره مره احبه، احطه مع اللوشن حقي نقطه كذا وادهن على كل جسمي، صايره مره احب ريحته. شوفوا بنات حطيت من زبده الجسم هذه الزبده، والحين بحط من هذا المسك، هذا مسك ابيض عادي مع مسحه دهن عود، اوزع على كامل الجسم. الزبده ريحتها وايت شوكليت، هي مصنوعه من الكاكاو باتر، الزبدة ان هذه وايت شوكليت وهذه ملك شوكليت، وهذه من جد ريحة حليب شوكليت، والله كانها حليب شوكليت. طبعا الريحة خفيفة مرة، فعشان كذا لما خلطتهم مع المسك ودهن العود صارت يعني الريحة حلوة مو بشينة، عرفتوا؟ المهم اللي ما شاف فلوج هولندا يشوفه، صورته أنا رايحة المحل وأشتري الزبدة وفي أشياء كثير حلوة، فاللي ما شافها يروح يشوفها. هذا لبس اليوم، راح ألبس هذا التيشيرت مع هذا الليجنز، من زمان مرة أحس ما لبست ليجنز، الفترة الأخيرة معتمدة على البناطيل الواسعة وعلى اللينن، فأحس مرة من زمان ما لبست ليجنز. المهم راح ألبسه مع هذا التيشيرت، هذا التيشيرت شوي كذا أوفر سايز شوي وسيع فبيجي حلو يعني، وبس ببخر شعري الحين وبعدها بعطر شعري بهذا العطر. هذا مكياج اليوم، ما أدري ليش الكونسيلر صاير غامق مرة متأكسد كذا لونين، بس أنا درجتي فيه لايت بيج. المهم الحين بحط ميكب، بعد شوي إن شاء الله بروح النوف فبحط شوي ميكب، هذا ترى برونزر سان كيست، بس أنا استخدمه كبلاشر، مرة صار أحب البلاشرات الكريمية أفضلها عن الباودر. هذه بنات الباودر من تشارلوت تيلبري، أنا استخدمها لتحت العين، أول استخدمتها بالفرشة والصراحة مو مرة عجبتني النتيجة، لكن جربت أغير الطريقة، استخدمتها مع بيوتي بلندر، بس أهم شيء البيوتي بلندر تكون فيها موية شوي، مرة أفضل. جربوا إذا عندكم أي باودر جربوا تحطونها بالبيوتي بلندر يكون فيها شوي موية، مرة أفضل النتيجة. جاية بأخذ لنا في قهوة لافندر، من زمان أبي أخلي نوف تجربها، المشكلة جنب بيتها بس ما قد جربتها ولا مرة، فجاية أخذ لنا، مو طبيعي رطوبة الزبدة، رطوبة مو عادية، خصوصا إني أشوف هذاك البحر ترى، عشان كذا يا الله جاني فلاش باك، أتذكر هالمكان 2019 كنت أجي دائما أنا وأختي، أنا وهي كنا دائما نجي، ومن زمان ما جيته من كم سنة، فجاني كذا فلاش باك. طبعا نوف مدلعت لي، جابت لي هذا الشوكليت عبارة عن زي الفراولة مغلفة شوكليت، مرة أحب هالأشياء مرة جوي، وهي تعرف زبدة الحين نجلس نتقهوى ونسالف، مرة مشتاقة لها الصراحة. متى آخر مرة شفتك نوف؟ قبل 3 شهور، تخيل قبل 3 شهور، بالنسبة لنا مرة كثير الصراحة. نوف مسوية هالدب صراحة مرة لذيذ، قولي لهم وش مكوناته؟ مكوناته
لبنة وياغورت و أيوة وكزبرة كزبرة ليمون وشوية جبنة بوك. تدقي ما لها طعم يعني ما دكت. إيه لا بس تعطي كذا ثكافة. ثكنس إيه. مرة حلو بنات جربوه مرة حلو. حبيت الكزبرة أحس بعد ممكن حط ورق أحس كل ما حطينا ورقي أي ممكن أحس لي مرة يامي. The next day. جالسة أسوي ملفي أنا مرة أحب الملفي أو الملفي هو الأشياء اللي أحبها أحاول قد ما أقدر إني أسويها وأضبطها. المهم هنا سويت الكاسترد العادي حطيت كوبين حليب مع نص كوب سكر مع 3 ملاعق كاسترد بس حركتهم على النار إلين ما ثقل الخليط نفس ما تشوفون. حجاسة أنتظره يبرد. شوفوا عشاني ما أبغاها تنتفخ حطيت هذه الصينيتين. أنتوا لو عندكم صينية فرن ثانية حطوها فوق أفضل لأن شوفوا الجوانب انتفخت لأنها ما جل يعني مو مغطى عليها فانتفخت حتى هنا. بس يلا عادي مو مشكلة. بعد ما يبرد تماما راح أحطه هنا. الحين دخلت أنا البوف باستري بس أنتظرها تستوي خلاص. بعدها أحط طبقات الكاسترد. أتوقع هذا من أكثر المناظر اللي تعور القلب. بنات تخيلوا جاية باخذ عطر طيب وهذا كان على الطرف وطاح. الحمد لله إنه ما كان باقي إلا شوي بس استني يقهر الصراحة. أنا عندي تنكسر كل العطورات إلا عطورات شانيل لأني صراحة مرة أحبها. يلا نكسر الشر إن شاء الله. المهم اللي بسويه الحين شوفوا الأرض فيها بقايا عطر ودايما كذا إذا مثلا كب عندي عطر أو انكسر عطر اللي أسوي إني أخذ سجادة الصلاة وأمسح كذا شوي أطبطب عشان تجيها نفس الريحة عرفتوا. طلعت الملابس اللي بلبسها اليوم وتخيلوا أنا عندي هذه القطعة قطعتين بلوزة وبنطلون طالبتها يمكن قبل تخيلوا 3 شهور بدون مبالغة 3 شهور بالضبط. طيب على أساس إني طالبتها لارج أنا شوفوا أنا مقاسي ميديم. طيب ميديم يجي علي مرة ممتاز مرة زين وأحيانا أخذ سمول على حسب القطعة يعني الصراحة لكن ميديم مرة ممتاز علي. بس أنا أحب ما أحب إنه يكون يعني ما أحب ستايل الماسك أو الضيق أحب دايم أوسع. فتوقعت إني طالبة هذه البدلة لارج طلعت طلبتها ميديم فقستها مقاسي بس مو الشكل اللي أنا أحبه يعني فحسافة ما يمديني حتى أرجعها لأنها خلاص مرة من زمان. المهم علينا راح ألبسها وراح أتعطر بهذا العطر وهذا عطر من خصلة هذا أحبه لأن أحس كذا كأني مبخرة شعري عرفتوا. شوفوا هذه النتيجة النهائية أنا غلطت بإني ما حطيت صينية بالضبط على نفس المقاس عشان كذا لو تلاحظون جهات انتفخت جهات ما انتفخت بس يلا مو مشكلة أهم شيء الطعم. طبعا أنا حاطة منبه وصحية بدري وطالبة أغراض الحلا مشتطة يعني على أساس هي بتجيني بنتقهوى مع بعض فقلت بسوي الملفي لأن حتى هي مرة تحب الملفي. بس تخيلوا الأخت رجعت تنام تخيلوا أدق عليها ما ترد شكلها رجعت تنام تخيلوا خلاص ما راح استنى الصراحة مرة مشتهية أتقهوى فسويت القهوة والحين بتقهوى. 3 hours later. جاية بوتيبان أبي أدور لي طاولة خدمة للمجلس أبي أدور لي بعد أبجارة عجزت ألقى أبجارة تعجبني عجزت والله عجزت درت كل المحلات وحتى أونلاين بسم الله وحتى أونلاين ما لقيت شيء أبدا فإن شاء الله عاد جاية على أمل إني بلقى شيء يعني إن شاء الله لأنه خلاص طفشت ودي المجلس يكمل. هذه أعجبتني خصوصاً أنا ودي بالمجلس أدخل لون الأسود تغيير عن صال لأن صالتي أغلبها فواتح فودي بالمجلس شوي أغير وأستخدم بالإكسسوارات اللون الأسود. السعر الصراحة يعتبر مرتفع فما أدري إذا تستاهل أو لا. بنات مرة ودي أغير الخدوديات حقت الصالة حقتي بس ما أدري وش الألوان اللي أحطها. أنا حالياً حاطة أزرق وأصفر أو مو بأصفر كذا كموني. المهم المهم اقترحوا علي ألوان تحسون بتجي حلوة مع صالتي. حاسة إني مرة محتارة ما أدري يعني محتارة هل أخليها كلها كذا لون بيج كذا ألوان عرفتوا هادية أو إني أدخل لون زي ما أنا مسوية حاليا. يا أبيات في مبخر مرة أبي إن شاء الله إني ألقاي غرض اليوم كل محلات أشوى الحمد لله لقيتها في هذا اللون وفي هذا بس بالنسبة لي هذا مرة أحلى فرح أخذ هذا. اليوم درت محلات الأثاث اللي بالخبر كلها يعني تخيلوا بعد ما صورت لكم في بوتري بان رحت وست ألم بعدين رحت هوم سنتر بعدين هوم بوكس بعدين أبيات تخيلوا مستوعبين وكل هالمحلات ما لقيت ولا أبجارة تناسبني
ولا أبجارة يعني، حسيت أنها عجبتني مرة، ما ودي أخذ لي شيء تسليك، ودي أخذ لي شيء أكون مرة مقتنعة منه، فراح أصبر ممكن ينزلون أشكال جديدة. المهم رجعت البيت، سويت لي شاهي حبك، سويته بالدلة بس أنتظره يخدر، واشتهيت كذا أشربه بكوب. ما أدري وش القصة مع الأبجرات، تخيلوا أول ما دخلت البيت قلت بقفل هذا الشباك البلاك أوت. شوف أنا عندي الشبابيك بالبيت من شوفوا من أول السقف إلى آخره، فمرة يكشف في الليل، فأول ما دخلت جيت بقفله طيب، والتف السلك حق الأبجارة برجولي وأنتم كرامة بدون ما أحس، وتحركت وتخيلوا طاحت، شوفوا واحد من رجول الأبجارة انكسر. طبعا هي واقفة ترى كذا شكل، أي حركة ممكن تطيح تخيلوا. فالحين صار لازم بعد أدور أبجارة لغرف النوم، لأني دخلت قبل شوي الموقع نفسه اللي منه هذه الأبجارة وما لقيتها موجودة خلاص، فصار لازم أشتري أبجرات جديدة لغرفة النوم غير أبجرات المجلس. تخيلوا الحين بجلس أشرب هالشاهي وأنا أمنتج لكم هالفلوق اللي تشوفونه. بعدها الصراحة كنت ناوية أسوي لنا كذا عشاء خفيف، بس الله يسعدها أمي تو دقت علي وقالت لي لا تسوين عشاء، برسل لكم العشاء. الله يسعدها، أتوقع هذه العبارة أحلى عبارة بالدنيا. المهم بجلس الحين أمنتج الفلوق على ما يوصل العشاء. يا بعد روحي ماما، رصدنا العشاء اليوم وأفوكادو وبطيخ، قلت لها مشتهية بطيخ وأسلتنا كرتونية مع الغنى. خليني أوريكم مش عشان اليوم، اليوم عشان نواشف، أنا مرة أحب كذا. هذه فاصوليا وهذه حمسة تونة وهذه سلطة، ما شاء الله تبارك الرحمن مرة يشهي، ويا رب لك الحمد على جميع نعمك.